بسم الله الرحيم. السلام عليكم يا جماعة. طبعا يعني معلش انا اتأخرت عليكم، بس في الحلقات اللي قلنا فيها ان احنا هنبدأ نتكلم في حاجات مهمة تخص الناس. طبعا انا مش عايز الناس تنزعج قوي للاحداث اللي انتم شايفينها ديت، لكن هي يعني احنا هنكون صراحة، يعني احنا داخلين على كارثة من الاخر. يعني احنا دلوقتي بنفكر برضو ازاي نلحق الموضوع، لان انا برضو في كلمة مضايقاني قوي، كل ما يجي حد يتكلمه يقول لك المجلس يمشي، يقول لك هتجيب مين مكانه. انا مش فاهم يعني ايه يجيب مكان مين مكانه، يعني مش فاهم. يعني احنا هنسيبهم لغايه ما يدمروا البلد اكتر ما هي متدمره، ولا هنسيب الانتخابات ويتبقى بحر الدم، ولا هنسيب المصانع اللي عماله تقف، ولا هنسيب ايه ولا ايه؟ احنا دلوقتي بنفكر الصراحه ان يبقى فيه ما يشبه حكومه انقاذ وطني. بنفكر ان لازم ان يبقى فيه حكومه ثوريه. يا جماعه كل اللي بتسمعوه كذب في التلفزيون، كل اللي بتشوفوه في الجرايد، هاتوا الجرايد بتاعه سنه 54 هتلاقوا نفس الاخبار. لازم ان تعرفوا ان احنا دلوقتي بصدد حاجه من الاثنين، يا نكون يا لا نكون. اللي بيحصل النهارده في مصر تدمير لجميع البنيه التحتيه بتاعتنا، علشان يحطونا في 100 سنه جايين ان احنا ايه، هنقول ان احنا بنبني تاني وعايزين فلوس من بره تاني. احنا لو قلنا ان احنا عندنا محاجر ذهب موجوده وعندنا خامات طبيعيه موجوده، احنا عندنا كل اللي احنا محتاجينه علشان نقوم مصر تقف على رجليها، وعندنا التقارير والمسح الجيولوجي لمصر، وعندنا حاجات كتير جدا. بس هل يا ترى هم هيوافقوا ان احنا نقوم بالحاجات دي ولا لا؟ هل يا ترى هننجح في ان احنا نغير القوانين اللي بتصنع من اي واحد فاسد؟ مشكله مش مشكله اشخاص يا جماعه، قلت لكم قبل كده، مشكله تسييس هيئات وجهات مصر. اللي احنا لو جبنا ملك من السماء هيبقى فاسد برضه. القانون هو اللي بيصنع الفساد، والقانون ده هم حاطينه بذكاء عشان يعرفوا يسرقوا ثروات البلد، واحنا بنحاول بس على قد ما نقدر. اوعوا تفتكروا ان المشكله حتى في القضاء او اللي بيحصل دلوقتي ان هي مشكله القضاء، لا لا لا، احنا عندنا 3000 قاضي اصلا، معروف ان كانت وسطاتهم اصلا ما بين يعني سهرات في الكباريهات وما بين رقصات وما بين حاجات كتير، زي الداخليه اللي فيها 7000 رتبه لازم يتشالوا. وطبعا ما حدش قدر يعمل الكلام ده الا اذا نجحنا ان احنا نعيد هيكله كل اجزاء الدوله، نجحنا ان احنا نمسك كل قطاع ونفصصه عشان نعرف الناس ازاي بنتسرق. ولازم ندعم الوضع اللي موجود دلوقتي في الجهاز المركزي، لان برضه المشكله في الجهات الرقابيه في الدوله مش الاشخاص اللي ماسكاها، القوانين اللي اتصنعت علشان يتمرر منها سرقه اراضي الدوله وسرقه ثروات الدوله وسرقه وطنيه وانتماء المواطن المصري. هنحاول في الفتره الجايه ان احنا نوضح لكم الموضوع ده بالتفصيل، وهنجيب لكم الارقام اللي تقريبا الناس ما تعرفهاش وما تسمعش عنها. شكرا.